نشرع الآن في بسط الأسئلة الشفهية المدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. هناك ثلاثة أسئلة لها وحدة الموضوع، ويتعلق الأمر بندرة المياه الصالحة للشرب، لذا سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جواباً موحداً من لدن السيد الوزير. السؤال الأول للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكوراً. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، نسائلكم سيد الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتغطية الخصص المهول لندرات المياه بصفة عامة. شكراً. السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال. شكراً. مع حلول الصيف سيد الوزير تزداد معاناة ساكنة العالم القروي في تزود بالماء شروب، لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل استجابة لهذا المطلب الحيوي والتخفيف من معاناة الساكنة القروية. شكراً سيد الوزير. شكراً. السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب المحترمين عن المجموعة النيابية للتقدم الاشتراكية، فليتفضل أحد واضعي السؤال. سؤال إليكم السيد الوزير المحترم يتعلق بنقص في المياه الصالحة للشرب بإقليم الصويرة وما تقومون به من أجل معالجة هذا المشكل، وشكراً. شكراً. جواب السيد الوزير عن كل هذه الأسئلة، تفضلوا السيد الوزير إذا بغيتي تجي المنسى. شكراً السيد الرئيس، شكراً السيدات والسادة النواب المحترمين. هذا الموضوع ديال التدبير ديال الندرة ديال المياه، أولاً مشكورين السيدات والسادة النواب اللي طرحوا هذا السؤال. أنتم تعلمون أننا في السنوات الأخيرة هناك توزيع غير منتظم لتساقطات المطارية عبر التراب الوطني، هناك كذلك الندرة ديال المياه الجوفية المحلية مع توالي سنوات الجفاف. هذه العوامل كلها أفضت في بعض المناطق إلى النقص في المياه وفي بعض الاضطرابات المتفاوتة في التزود بالماء الشروب خاصة خلال فصل الصيف. إذا عندنا جوج ديال المقاربات، كاينة مقاربة اللي هي مقاربة استعجالية تتضافر فيها جهود المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الوكالات ديال الأحواض المائية، وزارة الداخلية ممثلة بالولاة والعمال، وكذلك القطاع ديال الماء في إيجاد حلول عاجلة لعدد من المراكز. وعلى سبيل المثال خلال الصيف الماضي 2018 كانت عندنا واحد العدد ديال المدن والمراكز اللي كانت يدخل فيها المكتب الوطني، وكانت 41 عرفت بعض الاضطرابات ودارت واحد المجموعة ديال الأمور التي كان الغرض منها بطبيعة الحال التدخل بشكل عاجل لحل هذه الإشكالية، تترتبط بطبيعة الحال إما بحفر آبار جديدة أو بإصلاح بعض القنوات أو بمد بعض القنوات الأخرى. فيما يتعلق على المدى المتوسط والمدى البعيد، أنا قلت للسيدات والسادة النواب أنه هناك واحد العدد ديال البرامج الآن نسطرها، لأنه التوجه اللي عند الحكومة واللي خدت فيه قرار هو أن جميع الدواوير وجميع المراكز التي تقدر بالآلاف سيتم ربطها بالمنظومة المائية، بحيث أنها ما تبقاش مرتبطة بالمنظومات المحلية اللي كانت مرتبطة بها سابقا. وهذا بطبيعة الحال واحد المشروع اللي كانت فيه اجتماع جلالة الملك الله ينصره، واللي غادي يتكلف بطبيعة الحال فيما يتعلق بهذا القطاع الماء كله انطلاقا من السدود ومن التحلية ومن التوزيع حوالي 118 مليار ديال الدرهم للثمان سنوات المقبلة. ونحن بطبيعة الحال أدخلنا جميع المراكز وجميع الدواوير فيما يتعلق بهذا البرنامج الذي سيقضي بشكل نهائي على هذه الإشكالية ديال ندرة المياه اللي تتعرفها بعض المراكز في الصيف، لأنه في السنوات المقبلة مع التغيرات المناخية سيزداد هذا الأمر استفحالا. فالطريقة يعني الجيدة لهذا الموضوع هو ربط كل هذه الدواوير وهذه القرى
وهذه المراكز بمنظومة توزيع المياه. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تعقيب لأحد سيدات والسادة النواب عن الفريق الحركي، تفضل سيد نائب. شكرا سيد الوزير على جوابكم القيم، ولكن سيد الوزير كتبقى نظرة المياه بصفة عامة لا يختلف إقليم عن إقليم آخر إلا هذا الشريط الساحلي أو الساحل الدار البيضاء طنجة. كل الأقاليم تعاني من هذه المادة الحيوية، ونعطيكم على سبيل المثال إقليم شفشاون الذي يعرف أكثر تساقطات مطرية على صعيد الوطن، ولكن يعرف ندرة المياه حادة جدا. كما وعدتم سيد الوزير في هذه القبة على أنكم في بداية يوليوز سينطلق مشروع ديال واد القنار الذي يزود 8 جامعة قروية كما جاء على لسانكم، كجامعة تسيس، جامعة تيزكان، جامعة بن سلمان، جامعة بن منصور، جامعة بن وزرة. هذه الجامعات لحد الآن لم ترى النور في هذه المادة الحيوية، كما أنكم وعدتم على أنكم عدة سدود سترى النور كذلك على سبيل المثال أيضا هو السد مولي بوشتا، وهذا السد بقرب من مدينة شفشاون. هذه ما يقرب أو ما يفوت 5 سنوات هو منجز، ولكن لم يشتغل ما عرفناش لماذا. كذلك ماشي يكمل باقي الجامعات المجاورة لهذا الإقليم كجامعة ببتازة، جامعة فيفي، جامعة ابن أحمد، عدة جامعات. وهذه الجامعات تعرف ندرة مياه جدا جدا حادة، ولكن السيد الوزير لا بد محمد راه شمولية واستباقية لحد الخصص المهول لهذا الإقليم. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيد النائب. تعقيب لأحد النواب من فريق العدالة والتنمية. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نحن على اطلاع وعلم بما قامت وتقوم به وزارتكم من مجهودات ولا أحد ينكرها، إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار كل التحذيرات والرسائل التنبيهية التي توجه إليها سواء من طرف الأحزاب أو المواطنين فيما يخص الأمن المائي الذي أصبح يهدد ساكنة العالم القروي بالدرجة الأولى. وبالرغم من توفر المغرب على 140 سدا كبيرا بطاقة استيعابية تفوق 17.6 مليار متر مكعب، إضافة إلى آلاف العيون والآبار والمنابع الطبيعية كالمجاري والوديان للحفاظ على هذه للحفاظ على المياه الجوفية، وهو طبعا ما يفسر وجود فرشة مائية جيدة. لكن العطش ما زال يهدد العالم القروي بشكل قوي، وخاصة في فصل الصيف الذي تكثر فيه الحاجة إلى هذه المادة الحيوية التي تشكل مصدر الحياة. السيد الوزير، نقول لكم اليوم باسم الواجب يجب نهج سياسة موازية لكل التدابير التي اتخذتها الوزارة الوصية على القطاع على عاتقها في مجال محاربة العطش، والتي تقوم بالأساس على توفير الماء الصالح للشرب لكل المواطنين على حد سواء كانوا في القرى أو المدن، وذلك عن طريق الربط المباشر أو غير المباشر بما يصطلح عليه بالنافورات، وكذا التسريع بتنزيل المشاريع التي تهم قطاع الماء والتي أعطى صاحب الجلالة انطلاقتها كمشروع تزويد جماعة غفصي بالماء الصالح للشرب والذي ما زال قيد الانتظار منذ إعطاء انطلاقته منذ 2010. لذا نطالب السيد الوزير بتفعيل المخطط الوطني للماء، وأخص بذكره هنا الدعامة الثانية التي تنص على تأهيل شبكات امتداد مياه الشرب وصيانتها، فأكثر من 80% من القنوات لم تعد صالحة للاستعمال لأسباب عدة، منها تهالك هذه الأخيرة أو قدمها أو عدم احترام معايير بعض المشاريع الموازية. شكرا سيد النائب محترم. تعقيب لأحد السيدات والسادة النواب عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. كنشكركم السيد الوزير، هذا الشيء اللي قلته كامل ربما كاين فعندكم انتم في المكتب ديالكم، ولكن بكامل الصراحة والوضوح إقليم الصويرة راه مازال كتشرب من الماء ديال المطفيات. ما قرن 21 الناس باقي كتشرب من الماء ديال إفرض، كنقول لها حنا إفرض بالشلحة، الماء ديال الضايع. الناس مازال كتشري السيتيرنات ب 600 درهم وب 700 درهم. الناس مازال كتمشي تسقي ب 4 ساعات وب 6 ساعات. إقليم الصويرة السيد الوزير توفات فيها 15 مرأة على ود الدقيق، وتا واحد ما خرج للشارع. اليوم الناس خرجات على ود الماء، سواء في جماعة أقرد ولا في الجماعة ديال سيدي كوكي. السيد الوزير تعطات مشاريع، ولكن مشاريع ما تقادتش مزيان، ربما غير تهدرت فيها الفلوس. وكاك والسلام عليكم، شكرا. شكرا السيد النائب. هل هناك من تعقيبات إضافية في هذا الموضوع؟ تفضل السيد النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، فيما يخص السؤال الاستباقية لمحاربة العطش، على سبيل المثال مدينة جرسيف
ساكنة حمرية التي تشتمل على 40,000 نسمة ساكنة في هذا الحي العشوائي. سيد الوزير، السنة الماضية مرت على هذه الساكنة وضعية كارثية، وتعاون الجميع مع السلطة الإقليمية ومنتخبي ومجتمع مدني، عملت على مجهود كبير لحلول ترقيعية. سيد الوزير، لماذا لم تفكر الحكومة في حل جذري لهذه الساكنة؟ الآن يوجد مشكل كبير اليوم واحتقان اجتماعي كبير، بحيث يوجد انتظار لملء الماء 500 عربة لحمل الماء، لا يصل الدور لهذه العربة إلا بعد يومين لملء الماء. لهذا السيد الوزير، نطالب الحكومة من خلالكم لحل فوري لهذه الساكنة، وشكرا. شكرا. تعقيب إضافي آخر، فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، إذ نشكركم على المجهود المبذول لتوفير هذه المادة الحيوية خصوصا في المناطق القروية والجبلية، وناشدكم أن تعملوا على تسريع بإتمام المشروع الهام الذي سيربط منطقة الأطلس الصغير بإقليم تارودانت، وخصوصا منطقة إغرم، بالمنظومة المائية من السد ديال الموجود في منطقة أولوز. مرة أخرى، الساكنة في أمس الحاجة كما في باقي مناطق المغرب، نطالبكم بالتسريع بهذا المشروع، بإتمام هذا المشروع، وشكرا. شكرا. تعقيب إضافي آخر، الفريق الحركي. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، مرة أخرى غادي نتكلمكم على سد باب الوطاب جماعة سبعة بقليم تازة. اليوم سيد الوزير، أكثر من سبعة ديال الدواور المتواجدين في المحيط ديال هذا السد هذا كيشربوا الماء عبر الشاحنة السهريجية. واش هاد الناس السيد الوزير ما محقمش يشربوا من هذا السد هذا؟ هذا السد اللي تنجز فوق الأراضي ديالهم السيد الوزير. في حين كنلقاو هذا السد كيزوج جماعات بعيدة ب 100 كيلومتر. الدراسة لإنجاز هذا المشروع ديال التزويد ديال الجماعة السميعة ككل موجودة، كتكلفش أكثر من 25 مليون ديال الدرهم السيد الوزير. وشكرا. شكرا. تعقيب إضافي آخر، الفريق الاشتراكي، تفضل. سيد الوزير، اليوم في قصيف جوج نقاط سوداء. في الساكا المركز تجهيزات بدون ماء، كطلق السبالة ما كاينش الماء إطلاقا في الساكا. في حماية يومين عاد توصل السويفة، 500 متر في الصف. غنعطيكم فيديو سيد الوزير ديال المعاناة اليومية في حماية. شكرا. شكرا. تعقيب إضافي آخر، من فريق التجمع الدستوري، تفضل. سيد الوزير المحترم، نطالبكم ببرنامج استعجالي فيما يخص تزويد مناطق عمالة قدير داوتلان وجماعات ترابية بالماء السهل للشرب، نظرا لقلة التساقطات والخصائص الهائل في هذه المادة الحيوية. وشكرا. شكرا. هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ رد السيد الوزير على التعقيب وتعقيبات إضافية. السيد الوزير، السيدات والسادة النواب مشكورين على التعقيبات ديالهم. بطبيعة الحال التعقيبات ديال السيدات والسادة النواب انصرفت إلى القضايا اللي هي محلية. أنا بالطبع ماشي أول مرة تنجاوب على هذا السؤال. أنا سبق لي قلت بأن هذا الموضوع ديال التزويد بالماء كانت فيه إشكاليات وبقى فيه إشكاليات وغتستمر فيه واحد العدد الإشكاليات، وشرحت السبب. هناك واحد المجموعة ديال المناطق كانت تعتمد على منظومات محلية في التزود بالماء. الآن مع توالي سنوات الجفاف هذه المنظومات لم تعد بإمكانها أن تزود هذه الساكنة. إذن تيكون عندنا واحد الإجراءات اللي تنديروا سنويا واللي غادي تستمر. هذه القضية اللي شرحوا لها السادة النواب ديال الشاحنات السهريجية، وهذا تيكون فيها بطبيعة الحال واحد تضافر الجهود، لأن المسألة ماشي سهلة يعني في الميدان، وانا تنعرف بان السيدات والساده النواب هذا الامر يؤرقهم. لكن عندما نتحدث عن هذه الاستثمارات، انتم تعلمون ان هذه الاستثمارات ما يمكن لهاش الدار بين عشيه وضحاها. انا تكلمت الان القرار الجريء اللي خداته الحكومه واللي ما تخاتش في السنوات الفارطه، هو ان جميع هذه المنظومات المحليه ترتبط بمنظومه ديال التوزيع ديال المياه وما تبقاش محليه. بمعنى إما سترتبط بسد من السدود أو بتحلية مياه البحر، أو ربما في المستقبل
باستعمال مياه العادمة لبعض الأغراض. عندنا واحد العدد بطبيعة الحال ديال الاستثمارات هي مبرمجة في كل المناطق، وأنا قلت لكم بأن هناك واحد العدد ديال الدواوير واحد العدد ديال المراكز التي سيتم ربطها، وهذا الغلاف المالي تم الاتفاق عليه وسيتم الشروع فيه في القريب العاجل. لكن بطبيعة الحال هناك بعض الأمور اللي شاروا لها السادة النواب، بحال هذه القضية ديال الإقليم ديال الصويرة، السيد النائب يعلم أكثر من غيره أن السد اللي تبنى مؤخرا واللي تفضل جلالة الملك بسميته سد أفياش، هذا كاين فيه محطة اللي غادي توصل الإنتاج الصبيب ديالها إلى حوالي 250 لتر في الثانية، واللي غادي تكلف بواحد العدد ديال المناطق والمراكز المجاورة لمدينة الصويرة. بالنسبة للعالم القروي عندنا واحد العدد ديال الاستثمارات مبرمجة فيها 250 مليون ديال الدرهم بالنسبة للساكنة القروي اللي كاينة جنوب إقليم الصويرة، وكاين واحد المجموعة ديال الدواوير اللي موجودة في مناطق أخرى بواحد الغلاف ديال 279 مليون ديال الدرهم، وهذه كلها مشاريع الآن إما في طور الإنجاز أو سيتم إطلاقها. هذه المرحلة هذه ديال هذا التذبذب إذا صح التعبير في القضية ديال تزويد بالماء في الصيف سنعيشها لبضع سنوات، لأن هذه الاستثمارات وتنزيلها خصو واحد الوقت، ونحن سنعمل في كل ما في وسعنا بطبيعة الحال على أن هذه المرحلة هذه نستطع في هذه التدابير الاستباقية اللي تنديرها قبل الصيف أو خلال الصيف أننا نخفض هذه المعاناة على الساكنة ديال العالم القروي بالأساس. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. سؤال موالي متعلق بتدبير السياسة المائية لسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيس المحترم، سيد الوزير المحترم. فيما يتعلق بالسياسة تدبير السياسة المائية، الماء إشكالية كبيرة، وبالتالي باعتباره هو المحرك الأساسي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية. هنا أسألكم سيد الوزير، هل هناك تصور استراتيجي واضحة المعالم لتدبير السياسة المائية، وهناك يعني تدابير متخذة لتعزيز البنية التحتية بتعبئة الموارد المالية وعقلانتها؟ وشكرا. شكرا. جواب سيد الوزير. شكرا سيد النائب. بالطبع كاين تصور، وانا ديما تنقول هذا التصور كان عند بلادنا ماشي الان، هذا التصور موجود في ثلاثة ديال المحاور، في تنمية العرض المائي، في التحكم في الطلب على الماء، وفي الحماية ديال المنظومات الإيكولوجية. الذي وقع السيد النائب ان واحد العدد ديال الاستثمارات اللي كان خصها الدار في هذا المجال خاصة ديال التزويد بالماء الشارب في العالم القروي تأخرات وما دارتش في الوقت ديالها، وحنا الآن بصدد معالجتها، وهذا الشيء اللي تكلمت عليه عندما تحدثت على البرنامج الأولوي الذي يروم تغطية جميع المناطق في العالم القروي وربطها بالمنظومة المائية. بطبيعة الحال غيبقى الإشكال في ذلك الوقت هو العرض المائي، وأنا قلت أننا سنستمر في بناء السدود. عندنا الآن 145 سد في 18.6 مليار ديال الأمتار المكعبة، وعندنا تقريبا واحد 14 سد يعني قيد الإنجاز، وهذا الغرض منه هو أن هذه الخزانات المائية تكون قادرة على توفير هذه المادة الحيوية. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب المحترم. سيد الوزير، على هذه الإيضاحات وهذه البيانات التي تفضلت بها، كما تعلمون سيد الوزير بأن المواطنون يعانون من مشكل ديال الماء بسيما العطاش والسقي، وانا يعني على سبيل المثال بالنسبه لاقليم الحوز يعني يعتبر خزان للماء واحد مجموعه ديال السدود لم تعرف باقه النور، باش نوه بالعمل ديالكم فيما يتعلق بسد الزات، ولا كنا هناك سدود تليه ومتوسطه وكبرى، وبالتالي الدور ديال هاد وحدات ديال المياه كتضيع. بغينا منكم السيد الوزير يعني بواحد التعجيل بهذه البرامج وهذه الدراسات المتعلقه بها، لانه عنده دور اساسي فيما يتعلق بالحفاظ على التربه وكذلك على الاراضي الفلاحيه وكذلك الفرشه المائيه، لانه عنده واحد العدد ديال يعني اعتبارات اساسيه ومهمه بالنسبه ل. شكرا سيد النائب المحترم. هل هناك من تعقيبات اضافيه؟ ليس هناك تعقيبات، كاين تعقيب اضافي. تفضل يا سيد النائب المحترم.
شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، نثمن المجهودات التي تقوم بها الحكومه، ولكن لابد من المزيد من المجهودات، بحيث ان قطاع الماء هو قطاع جد مهم وهو ثروه طبيعيه. صراحه احنا في بلادنا ما عندناش البترول، ولكن عندنا الماء، وخاصة المياه السطحية، فهي نقدروا نعتبروها بمثابة البترول عند بلدان أخرى. شكرا شكرا سيدة النائبة. السيد الوزير، تعقيب. السيدات والسادة النواب، هو هذه القضية ديال الماء راه إشكالية، وراه إشكالية ماشي غير في بلادنا، وإشكالية ستكون إشكالية دولية، وهي كذلك راه المشكل من تيقولوا السادة النواب يجب التعجيل بكذا أو التعجيل بالدراسات، أنتم عارفين بأن هناك بعض المشاريع لا يمكن التعجيل بها. راه السد إلا بغيتي تبني السد خصك دير له دراسات على الأقل واحد سنة ونصف سنتين، خصك تبنيها في ربع سنين ولا خمس سنين. أنا تنقول من باب النزاهة، هذا المشكل ديال الندرة في العالم القروي في بعض المناطق ستستمر لبضع سنوات، نعالجوها بتدابير استباقية غنديروها. شكرا شكرا سيد الوزير. السؤال الموالي عن إصلاح وصيانة الشبكة الطرقية بالعالم القروي، للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل سيد نائب. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سيد الوزير، حضور الكريم، هل لدى الحكومة برنامج لإصلاح وصيانة الشبكة الطرقية بالعالم القروي لفك العزلة عن الساكنة وتمكينها من القيام بأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية بما فيه خدمة التنمية البشرية المستدامة؟ وأشكر السيد الوزير. شكرا. رد السيد الوزير. الجواب نعم، للحكومة استراتيجية، وهي التي تترجم في البرامج اللي كاينه، البرنامج الأول ديال عالم الطرق القروية، البرنامج الثاني برنامج التأهيل الترابي، والبرنامج ديال تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. شكرا السيد الرئيس. شكرا. تعقيب السيد النائب. السيد الوزير، إن الشبكة الطرقية بالعالم القروي لا زالت تشكل قلقاً عميقاً للساكنة وتحول دون تحقيق التنمية القروية المنشودة، كما هو الشأن بالنسبة للطريق الجهوية رقم 419 الرابطة بين تونات وشفشاون عبر جماعة ورزاق كيسان تفران تبوذة وثلاثة بن حمد، وتربط كذلك جهة طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس، بالإضافة إلى الطريقتين الإقليميين 5304 و5306، وكذلك الطريق الوطني رقم 8 الرابطة بين فاس ومكناس. ننتظر من السيد الوزير التدابير اللازمة لإصلاح هذه الشبكة الطرقية نظرا لأهميتها البالغة على حياة الساكنة. وشكرا. شكرا سيد النائب. هل هناك من جواب السيد الوزير؟ سيد النائب، غير من باب الإخبار، هذا الطريق جاي رقم 419 تكلفنا حوالي 27 مليار ديال السنتيم، وانت عارف بأن تنشتغلوا فيها جوج ديال المقاطع في الإقليم ديال شفشاون ما بين النقطة الكيلومترية 0 والنقطة الكيلومترية 52، وفي إقليم تاونات ما بين النقطة الكيلومترية 52 والنقطة الكيلومترية 112، وفيها كان فيها برنامج ديال التوسيع، الآن فيها برامج ديال التقوية، وكلها في طور الإنجاز. إلى خدينا الإقليم ديال تاونات تقدم الأشغال في واحد العدد المقاطع كاين 98%، كاين 40%، كاين 30%، وبالنسبة للإقليم ديال شفشاون هناك كذلك واحد النسبة ديال الأشغال متقدمة، وأعيد بناء واحد العدد ديال المنشآت الفنية، وحنا عارفين بأن هذه الطريق الجهوية عندها أهمية كبيرة جدا، لهذا خصص لها هذا الغلاف المالي ديال 27 مليار ديال السنتيم. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. السؤال الموالي حول عن تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل واضع السؤال. تفضل سيد النائب. شكرا السيد الرئيس المحترم. السيد الوزير المحترم، نسائلكم عن استراتيجية الحكومة فيما يتعلق بتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب. شكرا. جواب السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. السيد النائب، اذا عطفا على داك الشيء اللي قلت ما تفضلت به قبل قليل، هو الذي يجري بالنسبة لهذا العالم القروي. هذه فرصة باش نعطي واحد الرقم بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الاستثمارات في العالم القروي وصلت تقريبا واحد 19.2 مليار ديال الدرهم خلال الفترة المبتدا، خلال العشريات الفارطة مكنت من تعميم التزويد في الوسط القروي
بنسب جيدة، وبطبيعة الحال تبقى هذا الإشكال اللي تكلمت عليه الذي نحدو بصدد حله في إطار البرنامج الأولوي. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب، تفضل السيد النائب. شكرا السيد الوزير المحترم. السيد الوزير، الأرقام اللي عطيتها السيد الوزير، المشكل الكبير هو أنها غير منطقية. كيفما كتعرفوا السيد الوزير، على سبيل المثال إقليم فحصنجرة، رغم أنه كيعرف واحد التطور اقتصادي مهم، ورغم أنه كتوفر في واحد مجموعة ديال المشاريع كبرى وضخمة مثل الميناء المتوسطي اللي كيتعد من بين 20 ميناء في العالم، ومع ذلك كنلقاو أن الإقليم فحصنجرة إلى يومنا هذا ما كتوفرش فيه حتى 10% من الماء الصالح للشرب. السيد الوزير المحترم، حنا نهار تولينا مسؤولية على هذا الإقليم، وحنا كنتسائلوا شنو هو السبب اللي غادي يخلي هذا الإقليم ما يتوفرش فيه الماء الصالح للشرب؟ صراحة كنلقاو الغياب ديالكم السيد الوزير على هذا الإقليم. السيد الوزير، عطيتو واحد الصفقة كتعلق بالشريط الساحلي، قصر صغير، قصر المجاز، في 2014، وإلى يومنا هذا ما عرفناش هذه الصفقة فين وصلت. جات شركة خدمت لنا 10% وخربت لنا الطرقان، واليوم ما عرفناش المآل ديال هذه الصفقة. السيد الوزير، السيد الوزير المحترم، سيدنا الله ينصرو كيعطي واحد العناية كبيرة لبلادنا وكيجلب لنا مشاريع كبرى وضخمة، ولكن كنلقاو على أنه الحكومة ما كتفاعلش مع هاد المشاريع وما قداش تواكب هاد المشاريع. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. شكرا السيد النائب. هل هناك من تعقيبات إضافية؟ السيد النائب عن العدالة والتنمية، تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، الجنوب الشرقي المعروف بتربية الماشية والرحل كيحتاج السيد الوزير إلى شاحنات صهريج، ولذلك نتمنوا السيد الوزير على اساس تزودهم كنموذج جماعه ولاد محمد اقليم تاوريت، الان كيحتاجوا لجماعه صهريج باش يسقيو ولادهم ويسقيو الكسيبه نتاعهم. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد النائب. هناك تعقيبات اضافيه اخرى؟ ما كاينش تعقيبات. كاين تعقيب الفريق الاستقلالي، تفضل. السيد الوزير، رجل جماعه باقليم تازر كيعاني من الاخر التزويد بالماء الصالح للشرب، فين ما كنراسل لكم السيد الوزير كتقول الدراسه راه في طور الانجاز، بغينا نعرفوا الدراسات فين وصلت السيد الوزير. شكرا السيد النائب المحترم. رد السيد الوزير فيما تبقى من الوقت. بالنسبه لفحص انجره، يبدو السيد النائب ما راكش متبع شنو واقع في هذيك المنطقه عندك. هذا واحد الاقليم اللي تيعرف واحد طفرة صناعية كبيرة جدا. هل يعقل، أنا نطرح لك سؤال، هل يعقل دار فيه استثمارات ولا ما كاينش فيه؟ الأرقام اللي جبتي بها كلها غلط، وأنا يمكن لي نعطيك بالتفصيل شنو اللي دار في فحص أنجرة، وأكبر عدد ديال السدود دار في هذه المنطقة، وحنا إن شاء الله عوالين نطلقوا واحد المشروع كبير ديال السد ديال بني منصور اللي غيكون فيه أكثر من 1.5 مليار ديال الأمطار المكعبة اللي غيكفي الشمال كله. فيما يتعلق بالدراسات اللي تكلم عليها السيد النائب من الفريق الاستقلالي الوحدة التعادلية، أنا مستعد نعطيك الدراسة تقراها وشوف، لأن هذه القضية ديال الدراسات هي أمور لا يمكن تجاوزها. أنت دائما تطرح سؤال كأنك تريد عندما تطرح السؤال غد لي يدار المشروع، والحال أن هذا غير ممكن، غير ممكن، لأنه خصنا نكونوا نزهاء مع المواطنين ونقولوا هناك برمجة مشروع تنبني على دراسات. لا يمكن تجاوز الدراسه، راه ماشي عبد القادر عمار اللي غيتجاوز الدراسات، وماشي اي وزير اخر غيتجاوز الدراسات. دراسات خصها تدار وتدار بوقتها، ومن بعد تدار التبيئه الماليه ديالها، وبطبيعه الحال هذا نسهروا عليه. والدليل على ذاك الشيء ان حجم الاستثمارات اللي دارت بلادنا في قطاع الماء كبيره جدا، وهي اللي خلات ان واحد العدد ديال المناطق الحضريه واحد العدد المراكز لا تعرف خصاصا في الماء. إذا ما خصناش نعمم وحيد، كاين بعض المناطق الكروية فيها مشكل الماء نسحبه على بلادنا كلها، وإلا تيولي هذا واحد النوع من العبث الذي لا يفيد بطبيعة الحال بلدنا. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. السيد الرئيس، نقطة نظام، تفضل. شكرا السيد الرئيس. فقط أذكر الحكومة أنها هنا تجاوب على أسئلة النواب، ماشي ديال التقييم للعمل ديالهم. السيد النائب
مخالط الدائره ديالو وتيقوم بالعمل ديالو على احسن ما يرام. خصكم تجاوبوا على قد السؤال ماشي شي حاجه اخرى. شكرا. شكرا السيد الرئيس. السؤال الموالي هو سؤال آني عن دواعي تأخير تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمجالس المنتخبة للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري. تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس المحترم. السيد الوزير المحترم، نسائلكم عن دواعي تأخير إنجاز الطرق والمنشآت الفنية موضوع الاتفاقيات المبرمة ما بين وزارتكم والجماعات الترابية. شكرا سيد النائب. جواب سيد الوزير. شكرا سيد النائب. وزارة التجهيز والنقل عندها تقريبا 144 اتفاقية شراكة مع الجماعات الترابية بواحد الغلاف مالي تقريبا ديال 32 مليار ديال الدرهم. الحصة ديال الوزارة تتجاوز فيها 50%، وعندنا حوالي 85% من 15 مليار ديال الدرهم فيما يتعلق بالبرنامج الثاني ديال الطرق القروية. صحيح هناك بعض التأخر، تعرفوا بعض الاتفاقيات فيها أسباب اللي هي موضوعية وفيها أسباب ذاتية التي قد ترتبط بعدم اشتغال مصالح الوزارة في بعض الاتفاقيات كما يجب. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب. شكرا سيد الوزير على التوضيحات. سيد الوزير، ربما ذكرت بان كاين بعض الاتفاقيات اللي كتعرف بعض الاشكاليات. غنعطيكم واحد المثال اللي هو غير مثال، نورمالمون كاين واحد العدد ديال الاقاليم اللي داروا معكم اتفاقيه وكان في الخطاب ديالكم دائما بان الشركاء ما كيدفعوش الحصه ديالهم. الحاله ديال الاقليم ديال الخريب بقى دافعين الحصه ديالنا، لا المجلس الجهوي ولا المجلس الاقليمي. المبلغ ديال الاتفاقيه هو 210 الملايين. مدة الإنجاز ديال الدراسات 4 سنوات، وكان آخر الأجل اللي خاصها تكمل فيها الدراسات هي 2019. حنا بقى لنا غير 6 شهور، ولكن مع الأسف اتفاقية الله دار منها واحد 20%. السيد الوزير، يعني كاين واحد الإشكالية ديال المواكبة وديال التسيير ديال هاد الاتفاقيات، لأن يمكن لي نديرو في خانة ديال تبذير المال العام. كيف يعقل بأن المصالح ديالكم كتخدم باش توجد صفقات وكتعطي الصفقة لطرق هي جهويه واقليميه وفيها بعض لي بيست، ومن بعد ملي كيمشي للمصادقه عند الصندوق ديال التمويل الطرقي ما كيتصادقش عليه. عندنا ثلاثه الامثله ديال بعض الطرق السيد الوزير. الصفقه ملي كتعطى دازت 75 يوم، السيد دار الكوسيون ديال المقاوله، تعطات مره اخرى زادت 3 ملايين ديال الدرهم، اخرى كذلك 2 ملايين ديال الدرهم. واحد الطريق حتى هي راه تلغات دابا ديال ما بين ابي الجعد وخنيفره، تقريبا غيزاد فيها واحد المليار. هذا شكرا سيد النائب. هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضلي سيدة النائبة. الصوت عليك. تفضل سيدة النائبة. جماعة تازناخت بإقليم ورزازات من الجماعات اللي الدراسة التقنية ديالها واجدة، النسبة المادية ديالها واجدة، ولكن الحائط اللي خصو يتبنى باش يحمي المنطقة من الفيضانات مازال الوزارة ما التزمتش. أولا كنعتبروا سيد الوزير بأن خاصة أنكم أنتم دائما كتكلموا على بأن الحصص ديال الجماعة هي اللي ما كتعطاش. اليوم يعني كل هذه الشروط متوفرة، علاش الجماعة علاش الوزارة ما كتلبيش؟ زائد واحد العدد ديال الاتفاقيات المهمة اللي تم عقدها. شكرا سيدة النائبة. شكرا. هل هناك من تعقيبات إضافية؟ رد السيد الوزير. تفضلوا السيد الوزير. الى اقليم خريبكا، السيد النائب نقول لك بكل صراحه عندك الحق، هذه اتفاقيه تاخرت ونحن نتحمل المسؤوليه الكامله فيها. صحيح عندنا مشكل في صندوق التمويل الطرقي، وهذا المشكل انا حاولت نعالجه، الان تنعالجه مع السيد وزير الماليه، لان هذا واحد المؤسسه اللي جاتها واحد العدد كبير ديال الاتفاقيات وما كانش عندها الامكانيات اللوجستيه باش يمكن لا تواكبتش. وإلا صحيح هذه اتفاقية وصلت الآن الأشغال فيها 30%، فيها واحد 213 مليون ديال الدرهم، والشركاء مرة أخرى خلصوا سميتو ديالهم، ونحن في ذلك نتحمل المسؤولية الكاملة وسنعالجها إن شاء الله في القريب العاجل. هذه ديال تازناخت ما عنديش، بكل صدق، ما المرة مش جاية. شكرا.
شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة.